يقولون ترجمة مرحبا بكم. الفيديو مزاجة إيماني هي من ترافقنا. مزاجة إيماني هي عارفة ممثلة مغنية أمريكية ذات حجم زائد ومتعرج ممثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. ليست جميلة وترعرت في نيويورك بالولايات المتحدة. هي من أصل جمهورية غيانا التعاونية وعاصمتها جورج تاون وتقع في قارة أمريكا الجنوبية. جميلة رأت النور بتاريخ 11 فبراير 1961 تبلغ من العمر 30 سنة اعتبارا من عام 2021. وعلامتها الفلكية هي برج الدب. بدأت حياتها المهنية كنموذج متعرج على انستغرام من خلال مشاركة صورها ومقاطع الفيديو الرائعة. لقد نجحا على المنصة حيث حصدت صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها أزيد من 300,000 من المعجبين. بصفتها عارض أزياء متعرجة كانت الجميلة تجني العديد من ماركات الأزياء والملابس والرياضة والمكياج. إلى جانب ذلك وهي الرئيس التنفيذي والمؤسس لنيمان وهي علامة تجارية للملابس. لديها قناة على اليوتيوب التي انشأتها في عام 2008 لعدة آلاف من المشتركين. تقوم بالغالب تحميل مقاطع الفيديو عن الموضة والجمال ونمط الحياة. جميلة ظهرت على أغلفة بعض المجلات المتخصصة بالأزياء والعناية بالبشرة. جميلة مغرمة بالنماذج والتمثيل والغناء والرقص. تقدر ثروة زينجا إيماني في عام 2021 بين 500,000 ومليون دولار أمريكي. مصادر دخلها هي النماذج والإعلانات التجارية والتمثيل والغناء. جميلة في الطول 173 سنتيمتر، جسمها 69 كيلوغرام، بين صدرها 110 سنتيمترات، القصر 98 سنتيمتر، أما حجم الورق 124 سنتيمتر. شعر الأسود الداخل طويل ولون العين بنية، الجنسية أمريكية غيانية. إذا مرجوكم تابعونا المزيد قادم.